أسفرت ثم انورت واستهلت وانطرت والقلوب الجيدة جات يمه مقبلة من مطار فرانكفورت تقلعت طيارته وفي مطار كويتنا كلنا نستقبله. مرحبا يا وافية صيت راعى الأولى، مرحبا باللي فعوله بعز مكملة. أسفرت ثم انورت واستهلت وانطرت والقلوب بجيدة جات يمه مقبلة من مطار فرانكفورت تقلعت طيارته وفي مطار كويتنا كلنا نستقبله. من بعد رحلة علاج انتظرنا جيدة والغلابة وعسى شر عنه يعزلي. أشهد النبوك يا محمد الجربان غير جامع دين وثقافة وطيب ومرجلة. إيه هذا النادر اللي ينوم سكن حياك يا الدكتور ذي حال منه يجي جده اليوم كون الحرب لي ساق عمره دون ربعه واحتماه دونه جربان خيال العفية شال روس القوم واخلط منتغاه واكمل الجربان مضمون العفية واعتلى في صيدهم من السماء. من حمادنا لكامر كريم الى السباق من تعز العزاز وتحل المحضر جعلهم بالعالمين هالكرم وطيب فيهم ومنهم من هيه. والشيب محمد ولد شيخ دين وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه مزايا مذهلة. والله انه بس قلبي وجيده من غلا واحد من طيب راسه نجي نستقبله. مرحبا يا وافية صيت راعى الأولى، مرحبا باللي فعوله بعز مكملة. أسفرت ثم انورت واستهلت وانطرت والقلوب بجيدة جات يمه مقبله من مطار فرانكفورت تقلعت طيارته في مطار كويتنا كلنا نستقبله. من بعد رحلة علاج انتظرنا جيدة والفلا بس وعسى شر عنه يعزلي. أشهد النبوك يا محمد الجربان غير جامع دين وثقافة جعلهم بالعالمين هالكرم وطيب فيهم ومنهم من هيه. وانتي محمد ولد شيخ دين وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه مزايا مذهلة. والله انه بس قلبي وجيته من غلا واحد من طيب راسه نجي نستقبله. 0558 7737 او من خارج المملكة.